أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما قام عدد من أعضاء مجلس الاتحاد بالخطوة ذاتها، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني من دور 16 لبطولة الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف. وأكد اتحاد الكرة في بيان إقالة الجهاز الفني للمنتخب بالكامل بعد أن خيب أمال الجماهير المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه. كما أكد أبو ريدة أنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها.